مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في حلقة جديدة وقمر 14. اهلا بيك يا استاذ اكرام، اهلا بالمشاهدين كمان. معانا النهاردة هنتعرف على استاذة هالة. معانا، انا اسفة، ان شاء الله النهاردة هنعرف ان شاء الله النهاردة محضرين موضوع البشرة اللي شاغل كل الناس، كل البنات، كل الأسئلة جاية لنا من البنات والفتيات وبنات الجامعة، بالخصوص الفتيات اللي بيروحوا شغلهم كل يوم. معانا النهاردة مشكلة حصرية، معانا النهاردة موضوع البشرة ونضارة البشرة مع استخدام الميك اب. النهاردة هنتعرف على ازاي نحافظ على نضارة بشرتنا، النهاردة هنتعرف على ازاي نحافظ على نضارة بشرتنا، وكمان هنتكلم النهاردة في حلقتنا على موضوع مشكلة الشعر وتلف الشعر وازاي نحافظ عليه مع ضيفتنا خبيرة التجميل اللي منوراني النهارده، هالة رضا. اهلا بيكي يا هالة. اهلا بيكي يا استاذه اكرام، منوراني. منوراني انت النهارده، ومنوره تسلمي الاستوديو القناه، ومنوره مدينه الانتاج الاعلامي تسلمي يا كلها. حبيبتي، تسلمي. عايزين نتعرف معاكي النهارده على موضوع ازاي انا بستخدم مكياج كل يوم، تمام، ميك اب، بحط ميك اب كل يوم، وازاي مع استخدام الميك اب احافظ على نضاره بشرتي. بصي، هو مبدئيا ان انا استخدم كل يوم فول ميك اب ده تو ماتش قوي وكتير جدا. غلط. يعني انا كل يوم طبقات فاونديشن مهما كان، مهما كنت بحافظ على بشرتي. ده لو حاجة انا مضطرة، يعني مثلا انا عندي تصوير، عندي مناسبة، كلام من ده. تمام. لكن تو ماتش كل يوم كده، فاونديشن، كونسيلر، كونتور، كتير. فأهم يعني حاجة حاجة مثلا بسيطة كده، حاجة عادية. فأنا ممكن لو انا هستخدم ميك اب بشكل يومي، جامعة مثلا او ايا كان، فممكن نقلل شوية. يعني انا هستخدم كونسيلر مثلا عشان الهالات، روج، ممكن بلاشر، لكن كل يوم ليرز فاونديشن كتير جدا. ف لو احنا مضطرين بقى، احنا ممكن نعالج الموضوع ده مثلا بسكراب كل اسبوع، ماسكات، دايما انضف بشرتي، دايما اعمل تنظيف بشرة مثلا بشكل مستمر. انا المفروض اعمل تنظيف عميق كل شهر تقريبا، لان ده مهما كان بيدخل جوه البورز المسام، فبتشرب الحاجات دي بتفضل يعني تمام. جوه، فبتكون بقى دهون، رؤوس سودا طبعا كل طب هل بيعاني منها. يختلف الميك اب الصباحي عن المسائي؟ ايه الفرق؟ يعني وضح لنا ايه الفرق بين الميك اب الصباحي والميك اب المسائي. اكيد انا مش هبقى نازله مثلا الصبح من النهار وعامله فول ميك اب ولوك جلوي قوي بيلمع والوان مطرقعه طبعا. صح، فاكيد لازم هستخدم حاجه حاجة هاديه هادية. شويه. تمام. على عكس بقى لو انا خارجه بالليل في سهره، في فرح، في مناسبه، ايا كان، لو احنا زودنا ميك اب شويه مفيهاش مشكله، بنش اوفر. تمام. ف طيب بالنسبة للهالات السوداء، يعني ناس كتير بتشتكي من الهالات السوداء، بصي، هو احنا دي لازم نعالجها ازاي؟ لو عندنا هالات سودة الاول نعرف سببها. يعني ليها اسباب كتير جدا، ممكن انا عندي سبب مرضي، عندي نقص فيتامين معين في حديد مثلا، ممكن سببها مثلا اسباب خارجة عن يعني بمزاجي. مثلا انا بنام متأخر، بشربش مياه كتير، المياه مهمة جدا، طبعا التليفون والتلفزيون واللابتوب والحاجات دي غلط جدا. فاحنا بنفضل دايركت طبعا التليفون في ايدينا 24 ساعة، فغلط. فانا لازم تمام. اعرف الاول المشكلة من ايه وبعدين ابدأ اعالجها. لو سبب وراثي صعب جدا طبعا. طب ولو سبب وراثي دي بنداريها بالميك اب، صح؟ اه يعني في حاجات في الميك اب اكيد، بتداريها. في كوريكتور بيبقى لونه اورنج شوية، بستخدمه الاول وبعدين كونسيلر، فده بيداري شوية، لان لو حطيت كونسيلر على طول هيقلب رمادي. طب معانا اتصال، اول اتصال في حلقتنا النهارده. الو مدام فاتن. ألو، السلام عليكم. الو مدام فاتن، اتفضلي. اهلا بحضرتك يا فندم، يا حضرتك يا فندم، منورانا النهارده. اتفضلي لو ليكي سؤالك، سؤالك يا فندم اتفضلي. معلش يا فندم، انا بس في دخلينة وكده وبتعرض للشمس كتير، يعني ايوه. فعاوزة ناس حلوة كده يعني طويل، وعايزة حاجة عندي شبوك كمان سودة كده. تمام يا فندم، حضرتك تابعينا من خلال الشاشة. اتفضلي يا استاذة هالة، جاوبي على السؤال.
طبعا اصعب البشره اللي ممكن تتعمل اصلا الدهنيه. عايزه نوع ماسك معين، حاجه معينه، فبما انها واقي دهنيه للشمس. قوي، انا طبعا ما اقدرش يعني اعلن مدام عن فاتن واقي، من اسوان فالشمس عندهم حاميه ما شويه. اقدرش اعلن عن واقي هنا طبعا. بس هي ممكن يعني تكلمي بقى انصحيها برضو، انستجرام. انصحيها انصحيها الدهنيه تعمل دي ايه؟ فانا لازم سكراب مره في الاسبوع لازم. ممكن لو انا متاحه اشتريه من يعني بره لو عادي مفيش بشرتها مشكله دهنية لازم سكراب كل اسبوع. اكيد، ولو متاح تشتريه من بره تمام. مش متاح، انا ممكن في حاجات بدايل في البيت، يعني انا ماسك القهوه والسكر والكلام ده يعني حلو جدا. ممكن مدام فاتن تتواصل مع استاذة هالة خبيرة التجميل اللي منوراني النهاردة، تواصل معاها على انستجرام على رقمها، تتواصل معاها هي هتفيدها اكتر. طبعا الدهنيه لازم اقفل مسامي كويس جدا، فبعد اي سكراب في تلج، في تونر، في ميه ورد، الحاجات دي بتقفل المسام. طب نستقبل تاني سام اتصال معانا. ايه من المنصورة، اتفضلي يا فندم. عايز اتفضلي الو، سؤالك. ايوه يا فندم اتفضلي. ايوه يا ايه، اهلا بيكي. اهلا بيكي. انا بس عاوزه اقول ان هاله رضا من اشطر الميك اب ارتست الموجوده في المنصوره عموما، اوكي وفي كل حاجه، في اشكرك اي يا حاجه فندم، عندها اشكرك. حلوه سواء شعر سواء ميك اب، الشغل بتاعها هايل جدا. اشكرك. وهي شاطره جدا ومتفوقه جدا جدا وبتطور من نفسها قوي، ولو هي سلميكي عارفاني انا اي عبد الحي. حبيبي، تسلمي لي يا رب. فكان في لازم سؤال اعمل لأستاذة هالة، سؤال زي ده لان انا بحبها قوي يعني. و اشكرك يا فندم. طب اي سؤال لأستاذة هالة، اي سؤال. انا بس عايزه اقول لها ان هي قمر قوي. حبيبي تسلمي لي. شكرا شكرا يا فندم، شكرا. طيب نكمل كلامنا، نرجع تاني تمام لموضوع بشرتنا اللي مدوخه الناس كلها اوكي. النهارده. عايزين برضو المسام الواسعه، يعني ده حلها ايه؟ بصي، في يعني حالات مشكله اصلا كبيره وشغله كبيرة جدا شغله بال بنات كتير. جدا. هو في الميك اب بتدارى طبعا، اكيد في برايمر بيبقى مناسب للمسام، مش هقول نوعه برضو، بس هو بيداريها. لو في الطبيعي في العادي وانا عايزه اقفل مسامي اصلا، في جلسات علاجية لو انا ما اقدرش على تكلفتها، فالتلج بيقفل جدا، تلج اكيد عامة. يعني في ناس كتير برضو ما تقدرش على تكلفة الجلسات دي. تلج وتونر ومية الورد، الحاجات دي بتقفل المسام جدا يعني، فهتساعدنا لان تكلفة برضه الجلسات عالية جدا، مش اي حد يقدر عليها. اكيد طبعا. اكيد. طيب عايزين برضو نعرف يعني موضوع الميك اب، تمام؟ يعني هيأثر كتير على البشرة. يعني انا عايزة يعني ازاي اعمل ميك اب ويطلع طبيعي، يعني انا عايزه ازاي اعمل ميك اب ويطلع بسيط وطبيعي. بصي، في بنات يعني في بنات بشوفها مثلا عامله ميك اب وبتطلع بشرتها او وشها طبيعي كانها مش حاطه حاجه. طب اكيد. بصي، ايه الحرفه في هنا بقى؟ عايزاك توضح لنا الموضوع ده. هو الميك اب خطوات كتير جدا، كل خطوة بتأثر على التانية، فأنا لو بدأت من الأول غلط مش هيطلع حلو معايا. يعني قبل أي حاجة، ده بسم الله الرحمن الرحيم كده، أنا لازم أكون مرطبة بشرتي كويس جدا، مرطب مناسب لبشرتي، سواء جافة سواء دهنية سواء مختلطة، مرطب مناسب. بعديها لازم برايمر عشان لو في مسام أو حاجة تدارى، في كوريكتور بقى على حسب، لو في هالات بقع سودة مكان حبوب، بقع حمراء، كل حاجة طبعا ليها المناسب ليها. في بنات بقى عندها اعتقاد ثابت ان انا عشان احط ميك اب لازم ابقى افتح من بشرتي، فده غلط جدا جدا جدا. انا لو حطيت فاونديشن او باودر افتح مني، طبيعي هلاقي بشرتي مجيرة شوية، ممكن في مناطق تقلب رمادي بعد فترة الميك طب اب. هنقف عند النقطة دي وناخد اتصال آخر من شيماء من المنصورة. اتفضلي يا فندم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. أنا عايزة أقول لهالة بس إن أنا فرحانة بيها جدا، مبسوطة وأنا شايفاها دلوقتي قدامي. اشكرك. أنا شايفاها إبراهيم. حبيبتي زي القمر ومنورة الدنيا، وبجد بجد تسلميلي يا هي روحي، من تسلميلي. أحسن الميك اب ارتست اللي أنا شفتها وتعاملت معاها في حياتي. طب في سؤال تقدمه لها، تسلميلي في يا رب. سؤال تسأليه؟ أيوة أسألها طبعا. تقول اتفضل. لنا مشكلة الحبوب اللي بتطلع في البشرة من تعرضنا للشمس كتير. تحت الجلد.
ماشي يا فندم، تمام. شكرا ليكي. تابعينا من خلال الشاشة، اتفضلي جاوبي. الحبوب اللي تحت الجلد من اثار الشمس، لو انا بشرتي دهنيه طبيعي بتفرز زيوت طول الوقت، خصوصا لما بمشي في حر او في درجه حراره عاليه، فالدهون دي بتلم تراب، ولو انا حاطه ميك اب فدي مشكله اكبر بكتير جدا، فطبيعي بتكون حبوب تحت الجلد. تمام. فعشان اتفادى الموضوع ده انا بطلع من بيتي حاطه واقي شمس، منزلش من غيره، ده لو انا همشي يعني كتير وفي حر ومضطره. غير كده انا زي ما قلت لازم كل اسبوع سكراب، ننضف بشرتنا كويس جدا، عشان الحاجات دي تكوينها بقى مره في التانية في التالتة هي اللي بسبب حبوب رؤوس سوداء، فبنلاقي مكان البشره سواء النوز او قريب من الخدود نلاقيها كلها حاجه تمام. صعبه يعني. معنا اتصال اخر، ام محمد من القاهره، اتفضلي. الو، السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام، السلام. اتفضلي. يا منورين الشيخ، والله انت نسيتي زي ما ربنا عملتي. يخليكي، تسلمي، الله ربنا يخليكي، يخليكي، من كل سنه ذوقك يا طبعا. حبيبتي. وهلا وهلا جميله تسلمي جدا، يا حبيبة قلبي، نورتي. تسلمي. انا عايزه اقول لها ان انا عندي مشاكل اتفضلي. كتير جدا في وشي، يعني صبغة الوش، انا عندي وشي غامق جدا، واستعملت حاجات كتير تفكير، ومش جايب معايا اي حاجه رسميه مع اذاني، ولا غامق، حاجات كتير، حاجات كتير كتير، مدام وكل حاجة. تمام. حاضر، هنرد عليكي. حاضر، هي عندها مشكلة جامدة، الهالات السوداء اللي تحت العين مضايقاها، والمسام الواسعة، والحبوب تحت الجلد، فهي الظاهر مش متابعانا مجمعة من كل الأول. حاجة. مش متابعانا، فمعلش بقى. المسام الواسعة قلنا علاجها في جلسات، لو احنا ما نقدرش على تكلفتها فممكن نعوض الموضوع بتلج، ان انا مكعب تلج بس كل يوم همشيه على وشي بالليل. ثانيا انا لازم، يعني في ناس برضو معتقدة ان انا عشان بشرتي دهنية مثلا فانا مش محتاجة ارطب بشرتي. يعني ترطيب البشرة مهم. مهم جدا جدا، مهما كانت دهنية جافة مختلطة انا لازم ارطب بشرتي كويس جدا. شرب طيب المية هنقف عند مهم النقطة دي جدا. وناخد اتصال. ألو، اتصال. أيوة، ألو. ندى، اتفضلي من أسوان. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام، السلام. اتفضلي يا فندم. أنا سمعت بس هلا ازاي ممكن اخبي متمرس ممكن تخبي ايه؟ يا فندم؟ الصوت مش معلش، الصوت الصوت بس مش مش واضح، واضح. الصوت مش واضح، يعني لو التلفزيون عالي وطيه. لو الو، في ايوه يا فندم، اقفي في حته فيها شبكه، الصوت مش واضح. لو في نمس منطقة الأنف، النمش. أنف. طيب يا فندم، عاود الاتصال مره تانية، واحنا برضه هنتكلم عن النمش. هي تقريبا بتتكلم عن النمش في الوش، يعني النمش لازم ليزر ولازم جلسات علاجية، مفيش أي علاج فيه. تلجأ للليزر هي والدكتور على علاجية. سواء يعني تقريبا بتقول ان انفها فيها رؤوس سوداء او حاجة، احنا لسه كنا بنتكلم في التنظيف. طيب نكمل موضوع التنظيف والرؤوس السوداء، برضو هي هتستفاد. تمام، انا قلت لك في هالات ماسك معين للرؤوس السوداء، يعني في حاجة معينة السكربات طبعا كلها، انا ممكن نعمل سكر وقهوة، السكربات اللي في البيت بقى. طيب هنقف عند النقطة دي وناخد اتصال من اوكي. المنصورة. ايمان، اتفضلي. ايمان من الو، المنصورة، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام، السلام. اتفضلي. سؤالك ايه؟ ممكن اتكلم هنا؟ اتفضلي طبعا. معاكي، اتفضلي هلا معاكي، سؤالك. ازيك يا رول، عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك، عامله ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. جمهورك كبير يا ممكن هالة اسال بس ومنوره حبايبي، النهارده انت حبايبي. وجمهورك. لو تنظيف البشره يتعمل كل قد ايه؟ تنظيف عميق ولا الاسبوعي العادي؟ لا، اللي هو مثلا بتعمل كل فتره تنظيف كامل. كل شهر 40 يوم. بكتير قوي انا لازم اعمل تنظيف عميق لبشرتي، اطلع كل الحاجات اللي جواها. تمام. بس الاسبوع تقريبا كل اسبوع لازم اعمل سكراب برضو عشان تبقى بشرتي نظيفة. وطبعا هقفل مسامي والمرطب بقى دايما باستمرار تقريبا كل يوم. طيب نكمل بقى موضوع الرؤوس السوداء وتنظيف البشرة، ما كناش خلصنا، كنا وقفنا عند النقطة دي في الاتصال. عشان نخلصه بس.
هو اصلا الموضوع ده كبير مش بيخلص، كبير جدا جدا ويعني زعج كل الستات يعني، اكيد، فاهمة؟ بكل الاعمار يعني، مش البنات بس. عشان احنا بنستخدم طبعا بس يعني المرأة بكل يعني في كل اعمارها، مش البنت بس، لا ده وامهاتنا كمان يعني، كل بيعاني بصي، من هو مش موضوع ال كله تقريبا بيستخدم برضو. في ناس طب كتير طب نقف عند النقطة دي، جمهور الكبير، طب نعمل ايه يعني؟ ما نعرفش منوريني الموضوع ده، منوريني حبايبك بجد. كتير معانا. سماح، الو، اتفضلي. سماح، الو، السلام عليكم. عليكم عليكم السلام ورحمة السلام، الله. ازاي حضرتك؟ الحمد لله، منوراني يا فندم، عاوزة اتفضلي. أقول بس إن أستاذ هالة منورة، منورة الدنيا حبيبتي كلها. حبيبتي وعاوزاكي تتكلمي عن ميك اب الينفع للبشرة الصبح، التقنية بالذات يعني. ده ماشي يا تمام فندم، يا اكيد. عايزه تعرف ايه الميك اب الصبح يعني، البشره الدهنيه تعمل ميك اب ازاي الصبح، او انواع الميك اب يعني تستخدم ايه وايه. تمام، احنا هنرطب بشرتنا في الاول كويس جدا، نحط مرطب، تمام، وبعدين هنحط واقي شمس، نستخدم برايمر لو احنا مضطرين لفاونديشن، لو عندنا عيوب عايزين نغطيها ومضطرين لفاونديشن، فياريت يبقى فاونديشن خفيف شوية، التغطية بتاعته خفيفة مش فول كفرج، تمام. واكيد فاونديشن هيتثبت باودر، ممكن بقى روج وماسكارا يعني حاجة خفيفة وبسيطة خفيفة. خالص يا سماح. شكرا شكرا لك، حبيبي نورتينا تسلمي. نورتينا. طيب نرجع لتنظيف البشرة. نرجع لتنظيف البشرة. زي ما قلت لك، احنا تقريبا 3 أرباع ناس بيستخدموا منتجات غلط. في ناس بتجيب ميك اب من ستورز غير موثوق فيها نهائي، فبيبقى ايوه، اقل في من ميك اب الكوبي. تحت السلم، وفي حاجات تحت بتضر البشره السرير قوي. اصلا، ايوه، وطبعا فده في طبعا بنات غلط كتير جدا، يعني في وبنرجع بنات كتير نشتكي. مش عارفه اصلا يعني كده، مش عارفه انا اجيب ماركه صح، مش عارفه يعني. احنا عايزين برضو بصي، نفيدهم، وعايزين نقول لهم على يعني يستخدموا ايه يعني، مش عايزين نضرهم برضو يعني، احنا عايزين نقول لهم يستخدموا الصح. في منتجات برضو دراج ستور يعني اسعارها مش غالية قوي. طيب هنقف عند النقطه دي، ناخد اتصال. محمد، الو الو محمد، الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، وعليكم اتفضل يا السلام. فندم سؤالك. بالنسبة المدام عندها في نمش في الوش، وفي دلوقتي في حالة رضاعة، في عندها نمش في الوش. تمام تمام هنرد عليك دلوقتي. تابعنا من الشاشة يا فندم، عندها نمش في الوش. النمش احنا قلنا اتكلمنا انه عايز جلسات. محتاج جلسات علاجية ودكتور. في كريمات بس طبعا بتاخد وقت كبير جدا عما بيبين اثر، ومش النتيجة اللي هي المطلوبة. النتيجة المطلوبة للنمش حلها جلسات. جلسات علاجية يا جلسات جماعة، ليزر. النتيجة يعني حل موضوع النمش جلسات علاجية اكيد. يعني، ده الميك اب مش هيعمل فيها حاجة، ميك والمسكوطة اب؟ دي لا، ميك اب النتيجة هيداري عادي، هيداري، بس بس لو رايح مشوار، رايحة مشوار، رايحة حفلة كده هيداري، بعد كده هو موجود عايز جلسات علاجية. اكيد اكيد. طيب تنظيف البشرة، نرجع تاني لموضوعنا لأن هو الموضوع قلتلك الأساسي. في منتجات دروج ستور اسعارها قليله، بس احسن، هما بيدفعوا مبالغ برضو يعني، انا مش بجيب الميك اب اللي تحت وجير السلم ده ببلاش، اكيد بدفع مبلغ فيه، فانا اللي يخليني ادفع في ده ادفع في ده. طب معانا اتصال. الو، شيماء. شيماء، الو. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام وبركاته، ورحمه الله وبركاته. اتفضلي ممكن سؤال. اكلم هلا؟ اتفضلي معاكي طبعا. سؤالك يا فندم، اتفضلي. ازيك يا لود؟ ازيك، عامله ايه؟ الحمد لله. انا شيماء. سؤالك طيب. سؤالك يا فندم. عايزه اقول لك انت منوره. حبيبتي حبيبتي بنورك، تسلمي لي يا رب. ليكي انا لما سؤال، احط ليكي الميك اب، سؤال. ايوه، لما احط طب الميك اب اتفضلي. تاني يوم بيظهر لي خوف. كده احنا بنستخدم منتجات غلط، زي ما قلنا لازم الاول مرطب، ولازم برايمر عشان افصل الفاونديشن ما يدخلش جوه المسام بتاعتي، رجعنا فهو لموضوع بيسبب حبوب. استخدام الانواع الغلط اه، يعني، دي حاجة لازم الكل ياخد لازم نحط لها حد. لازم كل البنات ياخدوا بالهم من الموضوع ده. مش عيب لو انا مش عارفة اسأل حد عارف استخدم ايه، وانا ممكن تكون بشرتي جافة وبستخدم منتج لبشرة دهنية غلط اصلا، لا يعني هيثبت معايا ولا هيطلع شكله حلو. قبل ما نشتري اي حاجة لازم يا جماعة نسأل مختص، نسأل حد يكون خبير في الموضوع ده. اكيد.
طيب اخد اتصال من ايمان الاول. الو تمام. الو ايمان. عليكم عليكم السلام. السلام. جمهورك كبير قوي، ما اعرفش كده. حبايبي انا بس عايزه اقول ان استاذه هنا من احسن ميك اب ارتست قابلتها بالمنصوره، ما شاء الله عليها. يا روح قلبي تسلمي يا رب. جدا جدا في التعامل يعني ما شاء الله. حبيبي فعلا اخر حاجه بتتكلم فيها اللي هي الماديات اهم حاجه عندها، بس انها تطلع العروسه راضيه عن نفسها. يا روح قلبي تسلمي يا رب. سواء بقى في البشره في الشعر في كل حاجه ما شاء الله عليها. حبيبتي معروفه الاستاذه هاله، معروفه برقتها وبجمالها وكمان بخلقها الحسن ومنوره ما شاء الله، يعني اصلا جميله وبشوشه وعندها طولة بال ان حتى انها تسمع راي العروسه سواء عجبها او لا. اكيد ده اهم يوم في حياتها. حبيبتي تسلمي لي يا رب. بس اكيد انا بس العروسه بتطلع. كنت عايزه استفسر يعني عن ازاي اعالج الشمس انها حرقت بشرتي مثلا، او جو الصيف اللي عدى ده كان شديد الحراره، فانا عايزه اعرف ازاي مثلا ارجع بشرتي لونها الطبيعي تاني. تمام هنجاوبك دلوقتي. ايوه اتفضلي يا استاذه هاله. عايزه تعرف برضو موضوع وقي الشمس او حروق الشمس تعالجها ازاي. نبدا، هي اتحرقت خلاص لازم تقشير. لازم تقشير، اطلع الطبقه اللي اتحرقت بعد كده بقى اتجنب الموضوع. طيب بماسك معين تقشير؟ تقشير علاجي بكريمات. كريمات كريمات انا اقدر اقولها بس. طيب احنا كده طبعا اتكلمنا عن البشرة وكل ما يخص البشرة، ويا رب نكون افدناكم في موضوع البشرة. معانا دلوقتي هنكمل حلقتنا عن الشعر وتلف الشعر والصيحة اللي طالعه دلوقتي، موضوع الفرد بروتين كولاجين ترميم الشعر. فهنستغل وجود الاستاذه هاله معانا، وطبعا هي هتعرفنا على كل ده وازاي نختار الصح لشعرنا، ازاي نختار نوع الفرد. يعني انا عايزه افرد شعري، فانا عايزه اختار اللي يناسب شعري، عايزه اختار الحاجه اللي ما توقعش شعري بعد كده. مشاكل الفرد كتير اكيد، فاحنا عايزين نعرف منك النهارده كل المشاكل دي. كلمينا. بصي احنا لو هندخل في موضوع الفرد ففي من اول، عايزه اقول لك من اول في 10 حاجه الاول قبل موضوع الفرد ناخدها الاول، يعني عايزين نعرف مشاكل البيبي ليس للشعر اضراره، يعني اضرار البيبي ليس على الشعر. يعني أي درجة في بنات دلوقتي اساسا البيبي ليس بقت موجوده في كل بيت، اكيد في كل بيت مع كل أكيد. يعني مع لو كل بيت حتى بتستغل. ايوه يعني ممكن تلاقيها في شنطه ايدها، يعني خارجه اي مشوار تلاقيها في شنطه ايدها، وبيرجعوا يشتكوا من الشعر، من نزول الشعر، من تساقط الشعر. طيب احنا عايزين نعالج المشكله دي، يعني او عايزين نعرف هو علاجها ان انا ما استخدمش بيبي. ايوه احنا بقى في النقطه دي عايزين نتكلم، يعني عايزين نعرفهم يعني اختار البيبي ليس على الشعر. بصي هو عامه اي درجه حراره عاليه على الشعر فانا بحرق فيه، فغلط تمام. جدا هيتقصف هينشف، هيبقى فيه تساقط، الشعرية بتقصف بتقع. فأنا عشان أتجنب المشكلة دي لازم أقلل استخدام الحرارة شوية، يعني لا أنا لو مضطرة أعملها ماشي، مش مضطرة وقاعدة في البيت خلاص مش لازم. يعني بعدين شعر الكيرلي والويبي والحاجات دي ترند جدا برضو وحلوة، يعني مبيبقاش شكلها وحش. ولا أنا في ناس بتيجي أصلا شعرها ليس عايزة تعمله ويبي وكيرلي، فأنتي مش مضطرة خالص إنك تفردي شعرك وتبهدلي فيه. لو احنا عشان نتجنب الموضوع ده في سبرايات معينه تحط قبل السشوار والبيبي ليس، يعني بتعزل درجه الحراره شويه. في بنات النهارده اصلا موضوع الشعر عندها ده، يعني يوم تلاقيه كيرلي، يعني يوم تلاقيها عاملاه كيرلي، تاخده اسبوع كده كيرلي، ويوم مش هتلاقيه خالص، ويوم مفرود، ويوم اساسا لابسه الحجاب عليه، وترجع تعيط وتقول انه شعري وقع. اكيد فاحنا عايزين نقول لها ايه بمناسبه الموضوع ان احنا فتحنا نقلل استخدام الحراره خالص او نبطله خالص. نقلله، بلاش نبطله عشان مفيش حد بيسمع الكلام. عامه لو مضطرين زي ما قلت لك في سبراي زي سيروم كده بيتحط قبل السشوار والبيبي ليس بيقلل درجه الحراره شويه. وبرده نتاكد من المنتجات صح؟ اكيد زي الميك اب بالظبط، لازم نتاكد من منتجات الشعر. أكيد. المنتج اللي هنشتريه يا جماعه لازم نسال فيه مختص، مش عيب، مش عيب نسال، مش أيوة عيب نعرف ايه الصح اللي احنا هنستخدمه، يعني ناخد الصح، ما نجيبش المضر لينا ونقول يعني خلاص، يعني ما ندورش على الارخص، لا احنا حتى لو الغالي هو المناسب لينا نستخدمه. اكيد فوق ده انا لازم اغذي شعري، يعني لازم اهتم بيه. طيب. لازم ماسك. هنقف عند النقطة دي وناخد اتصال. هدير الو. الو هدير اتفضلي يا فندم. الو ايوه اتفضلي سؤالك.
عايزه اسلم على هاله واقول لها منوره. اتفضلي حبيبي. تسلمي لي يا رب منورك حبيبتي قلبي. هاله الشاشه منوره يا روحي. تسلمي لي يا رب دايما يا رب يا حبيبتي. ليكي سؤال؟ نجاح. في سؤال بس عايزه اسلم عليها بس. طيب منوره روح قلبي. تسلمي لي يا رب. الجمهور الكبير وشعبيتك بحبهم قوي. انا اي واحده بتدخل عند السنتر انا بحبها ما شاء الله. يعني ليكي شعبيه جامده يعني. هم كلهم اخواتي واهلي مامتي ويعني كلهم بجد بحبهم. فيش واحده طلعت من عندي. كلهم ناس محترمه وكويسه وذوق جدا. حضرتك غنيه عن التعريف برضه يعني. تسلمي لي يا رب. وغنيه عن التعريف. نرجع بقى لموضوع الشعر. نرجع لموضوعنا. عايزين بقى طبعا الصيحه بقى بتاع الفرد دي يعني لو قعدنا كده خدنا ساعة اتنين مش هنخلص كلام فيها. فاحنا عايزين بقدر الامكان نفيد المشاهدين. بصي انا لازم عشان ابقى رايحة افرد شعري ابقى عارفة ان شعري هيتحمل حاجة زي كده. فانا بيجيلي بنات احيانا شعرهم ضعيف جدا 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 فوق ما تتخيلي وعايزين يعملوا بروتين ترميم كولاجين بوتوكس فيلر. فالحاجات دي في شعرايه تحملها وشعرايه لا. لان يعني انا عشان اثبت يعني علشان ان انا استخدم نوع فرد من ده يعني مهما كان في شعرايه تتحمل وشعرايه لا. بصي في بروتين زيرو فورمالين وحلو جدا وغالي وتمام مفيش فيه اي اضرار. بس في شعر انا وشعري ممكن ما يتحملوش. في شعر بيبقى تعبان يعني مثلا انا عندي تساقط جامد مرضي يعني فانا محتاجه اعالج شعري الاول وبعدين اعمل ترميم او بروتين او كولاجين افرده. طب ايه الفرق بينهم يعني عايزين نعرف برضو ايه الفرق بين الترميم بين البروتين بين الكولاجين. بصي الترميم يعني إيه اخف شويه من البروتين بنخففه بماده معالجه بيتضاف له امبولات طبعا علاجيه فهو بيفرد نفس الدرجه تقريبا او درجه اقرب. في ناس بتضحك بالمسميات يعني انا مثلا عشان ازود عليكي فلوس فانا بدل ما هقولك بروتين. الو اتصال ايمان. الو الو ايوه ايمان اتفضلي ليكي سؤال. ايه عايزه بس ارحب بهالة واقول لها منوره الشاشه يا قلبي. اتفضلي حبيبه قلبي. تسلمي لي يا رب. تعرفتيني ايمان الحديدي حبيبة قلبي. تسلمي لي يا رب. اهلا بيكي وباهل المنصورة. نورة يا لولو نورة. حبيبتي تسلمي لي. سؤال احلى ميك اب ارتست بالمنصورة كلها يا لولو. تسلمي لي يا روح قلبي. تسلمي لي. سؤالك اتفضلي. عايزة بس يا لولو اسألك على حاجة لساقط الشعر. معناها ايه؟ طب اسمعينا. شكرا ليكي. اسمعينا من خلال الشاشة. الشعر لسه بنتكلم. زي ما قلت لك كده انا ممكن اجيب منتج كويس جدا بس انا شعري فيه مشكله فما يقدرش يتحمله. انا لو عملته هيقع. في ناس تمام. بتصمم لا هو انا في عرايس اصل الصيحه اللي طالعه دي طالعه وبالذات في العروسه يعني ممكن شعرها ما يكونش محتاج ويتعملوا وفي نفس الوقت ممكن يكون مش متحمل عشان في ناس بتزرع عقيده غلط. وهي اصلا هتلبس حجاب يعني هي في ليله زفافها هتلبس حجاب يعني شعرها مش هيظهر ومع ذلك مصممه ان هي تفرد شعرها. بصي في ناس بتلعب في دماغهم برضو اللي هو انا هعمل بروتين او ترميم. انت هتعملي بروتين؟ اتصال. الو منى اتفضلي. منى الا الو اتفضلي. سؤالك الا ايوه انا عايزه اقول لها هاله اللي هي احسن ميك اب ارتست في المنصوره بحالها. يا روح قلبي تسلمي لي يا رب. طيب في وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون. منا وطي التلفزيون يا منا واسمعينا من خلال التليفون. حاضر اتفضلي سؤالك. ممكن اسالها على الشعر اتفضلي تموج الشعر او تكسر الشعر. طب سؤالك اتفضلي. شعرها موج ويبي. خلاص اسمعينا من خلال الشاشة. الشعر ومشاكل. الشعر ومشاكل هي مشكلة. هما المشكلتين دول اللي بيواجهوا اي ست البشرة والشعر. ايوة انا ممكن فاحنا بقدر الامكان عايزين نفيدهم النهاردة. في ناس واخدة الموضوع انه مهنة بس. فانا انت جايالي تعملي مثلا بروتين او ترميم بلاش تعملي بروتين او ترميم. انت جايه تحجزي ميك اب بس في المهنه بيبقى في طبعًا امانه يعني طبعًا. انت طبعا لو شايفه ان هي شعرها ما يتحملش انت بتقولي لها وبتقولي لها برده على الاحسن.
ايوه في ناس بقى تيجي تقول طب تعالي هعملك بروتين هيتقل شعرك، هيزود شعرك، هيطوله، مش عارفه ايه الكلام ده، مش مع اي حد. طيب هو معانا طبعا اتصال اخر، امنية اتفضلي. الو امنية. ايوه مساء الخير. مساء النور، اتفضلي يا فندم سؤالك. إيه حبيبة قلبي، الاول منوره الشاشة طبعا. يا روح يا ربنا قلبي. يخليكي. احلى ميك اب ارتست في المنصورة. بصي انا متابعة معايا من زمان جدا، شعر وبشرة وكل اللوكات اللي في الدنيا يا بتعملها حبيبتي يا حبيبتي. حبيبتي. معلش يا لولو، عاوزة اسألك دلوقتي مشكلة شعري مع الرضاعة، شعري تالف قوي من تحت من موضوع الرضاعة ده. مشكلة كبيرة طبعا. طب ايوه اسمعينا من خلال الشاشة يا فندم خلاص هنجاوب عليك. طبعا اي برضو واحد في الموضوع ده برضو شاغل ناس كتير، كبير انه جدا. الشعر يعني بيتساقط اكتر في مدة الرضاعة. رضاعة، سواء رضاعة أو حمل، في ناس شعرها بيتدمر. شعرها وبشرتها. فأنا عشان أتفادى حاجة زي دي أنا لازم أتابع مع دكتور جلدية لازم، لأن في فيتامينات يعني في أثناء الحمل بفقدها والرضاعة يعني. ما تبقاش مع دكتور نسا بس، ده لازم كمان أتابع مع دكتور أكيد جلدية. طبعا، أكيد طبعا، أنا جسمي طول الوقت بيفقد فيتامينز، وفي بيبي تاني بيشاركني في كل حاجة في جسمي، بيمتص كل المكونات دي. الفيتامينز والحديد. فانا لازم دكتور جلديه اتابع معاه بحيث ان انا اعوض ده، اعوض اللي بفقده. انما ان انا اسيب الموضوع خالص كده ده بهدله جدا جدا جدا. يعني إجابة السؤال هي لازم تتابع مع دكتور جلدية اكيد سواء حامل سواء رضاعه رضاعة. لازم لازم دكتور جلديه. تمام. طيب أنه أحسن بقى، أي نوع فرد أحسن للشعر وإيه الفرق بينهم؟ هو بيبقى على حسب حالة شعرك يعني. أنا مثلا البروتين ده بيحتاج شعر خشابي أفريقي اللي هو المجعد قوي قوي قوي، لأن المادة تقيلة ودرجة حرارة عالية طيب جدا. ناخد اتصال. الو آية. سعيد. عليكم السلام، السلام. اتفضلي. ممكن اكلم هنا؟ ايوه اتفضلي أكيد معاكي، اتفضلي. اتفضلي. ازيك يا لولو، عاملة ايه؟ ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ منورة الشاشة والله زي القمر. ده نورك يا حبيبتي، انت اللي زي القمر والله. احلى ميك اب ارتست في المنصورة كلها والله. تسلميلي يا روح قلبي، سؤالك تسلميلي. ليكي سؤال لهالة؟ إيه كنت عايزة اسألك يا لولو، ايه حاجة اكتر حاجة ممكن تتعمل للشعر بنسبة ضرر قليلة؟ يعني الترميم ولا البروتين، ايه افيد حاجة للشعر في نفس الوقت ما تضرش الشعر لو هو ضعيف؟ طب اسمعينا من خلال الشاشة، ايش هي بتسأل السؤال اللي احنا لسه كنا هنتكلم هو فيه. لو ضعيف بلاش فرد خالص، احنا ممكن نعوض بجلسات تريتمنت او ترميم، بس ترميم مش حراري، ترميم بارد، زيوت بس، زيوت وزبدة شيا وحاجات كده مجموعة مع بعضها، فبتطر ده لو الشعرية الشعرية قوي. ضعيفة. اه ده لو الشعرية ضعيفة، بلاش اتجنب اي نوع فرد، اي نوع مهما كان كويس. طب ولو الشعرية كويسة، ايه بقى اي نوع فرد مناسب الاحسن؟ بيبقى على حسب حالة الشعرية يعني. مثلا انا قلت لك لو شعري خشابي او افريقي مجعد قوي فبروتين مناسب ليه عادي. كولاجين والفيلر والبوتوكس والترميم دي حاجات اخف شوية، بيبقى داخل فيها مواد علاجية وبتخفف بأمبولات برضو حقن، فدي بتبقى مناسبة ليها اكتر على حسب شعرك بقى. انتي الكولاجين طب مثلا هناخد بيمنع. اتصال. الو امنية اتفضلي. الو امنية. كلام هيلا. ايوه اتفضلي يا فندم. الو إيه كنت عايزة اقول لهيلا ان انا فخورة بيها جدا، وان هي احسن ميك اب ارتست في الدنيا، حبيبة وان قلبي. هي فخورة بكل حاجة وصلت لها، وربنا يوفقك يا تسلميلي يا رب روح ويشوفك قلبي. احسن واحدة في العالم. طب ليكي سؤال؟ حبيبي ربنا يخليكي لا ليا. ربنا يخليكي. كنت عايزة اقول لها بس ان انا بحبها قوي. هي يا شكلها روح فرحانة قلبي بيكي قوي متوترة. طيب ماشي، شكرا يا تسلميلي يا روح فندم، قلبي. شكرا اشكرك. هي متوترة يعني، هي اه فرحانة لك ومتوترة. ايوه احنا بصي مش هتبقي احسن ميك اب ارتست في المنصورة، يا بس حبيبي. مش هتبقي على مستوى الجمهورية. يا حياتي تسلميلي يا رب. يعني انتي حبايبك كتير ومحبوبة يعني كلهم خالص حبايبي والله، والله انا محبوبة كمان خالص. بحبهم قوي. ربنا يخليكي كده دايما بذوقك، يعني هو كله من تسلميلي ذوقك يا روح برضه. قلبي، تسلميلي. طيب نرجع لموضوع حلقتنا النهاردة، نرجع الشعر. زي ما قلت لك الترميم، كولاجين، فيلر، بوتوكس، الحاجات دي بتبقى اخف شويه. طيب انا مثلا في شعرايتي كويسه واستخدمت بروتين تمام،
واخدت مدته معايا وعجبني قوي بقى، وهو مفرود والدنيا تاني مرة لازم اعمل حاجة والدنيا اخف. كويسة. ايوه والدنيا كويسة معايا ومظبوطة وتمام، بس انا دلوقتي مدته خلاص خلصت، خلاص مفعوله خلص، فانا عايزة ارجع اعيد القرة من جديد، يعني فاهمة؟ لو انا عاملة بروتين عايزة هعمل ترميم، عاملة ترميم هخففه شوية. إيه كل مرة طيب بعيد هناخد فرد اتصال. فيها. شيماء الو، شيماء المنصورة الو. ايوه مع حضرتك. ايوه اتفضلي يا فندم، سؤالك ليكي اي سؤال؟ انا هتصل بس ابارك لهالة واقول لها انا مبسوطه جدا ان انا شايفاها وربي دايما في نجاح، واقول لها يا معاكي رب انا دايما شيماء علي. يا روح قلبي تسلمي لي يا رب، ربنا يخليك يا حبايبها كلهم حبيبتي. موجودين معانا النهارده، كلهم احسن حبايبي فعلا، ميك اب ارتست في الدنيا كلها. ربنا يخليكي ليا طب يا ليكي حبيبتي يا سؤال، رب. اي سؤال لهالة؟ لا انا بس واتصل ابارك لها. يا روح طيب يا قلبي فندم تسلمي يا اشكرك، رب. اشكرك على اتصالك حبايبك كتير يا هالة، وكلهم فرحانين لك، يعني ما وانا شاء كمان الله على فرحانة بيهم والله، بحبهم قوي، يعني ما شاء الله الثقة اللي انت زرعاها فيهم دي حاجة كويسة، كلهم ويعني حبايبي، كلهم حبايبي واخواتي كلهم فرحانين لك يعني وحبايبي ومبسوطين دول، بيكي. ربنا يخليهم. من اكيد برضو من طريقتك معاهم، طريقة معاملتك وذوقك انا معاهم، بتعامل معاهم انهم اخواتي، مش حاجة تانية، مش مجرد ان وده هما اهم حاجة اصلا كلاينتو. في اي مهنة عامة، اكيد طبعا، لازم كده يبقى في تآلف بينك اكيد وبين اي زبونة مش لازم عندك. تغشي حد يعني عشان تبقي كويسة. إيه لو انتي امينة على مهنتك وبتتكلمي اللي هو ما اخدعش حد بس لمجرد ان انا عايزة ماديات او كده، دي بالدنيا يعني. بس بقى قليلين قوي الناس اللي زي كده النهارده، يعني كل النهارده بيدور على الماده، يعني اي عروسه دلوقتي رايحه اي بيوتي سنتر عايزه تحجز لليلتها مثلا، اول حاجه بيديها هدبسها رقم، بقى. بيديها رقم كبير، اصل البروتين ده مش عارف ايه، اصل ده لا مش هي عارف ايه. ممكن تكون رايحة الميك طيب اب بس اصلا، فبعدين يقول لها طب ايه رأيك اعملك بروتين تمام، صبغة مع وغير كده طيب انا هعمل بروتين، طب هو شاف الشعرية بتاعتها، طيب مش اكيد. بينصحها، طيب ايه اللي ينفعها الاول، في ناس صح؟ عندها ضمير وبتنصح طب عادي، مفيش انا اخد مشكلة. الاتصال ده. ايه اتفضلي الو. ايه الو، السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام، السلام، اتفضلي. مساء الخير. مساء الخير يا سلام. فندم، سؤالك يا فندم. عايزه بس اروح اسال واقول لها ان هي احلى ميك اب ارتست في الدنيا يا كلها، مش روح في المنصوره قلبي، بس. يا روح قلبي تسلمي لي يا رب. طيب في سؤال، في ايوه سؤال عايزه لهالة. اسالها، هي فعلا اللبسيه مرتبطه بتطريقه الشعر ولا ملهاش علاقه؟ اكيد اكيد طيب اسمعينا من خلال الشاشه. اكيد، النفسية بتأثر على شعر وعلى بشرة ويعني على كل حاجة على تقريبا. الجسم كله تقريبا، إيه بس اول حاجه بتتضرر من النفسيه هي الشعر والبشره، ده حقيقي، يعني اضعف النفسيه حاجة. اضعف حاجه البشره والشعر، ده بيظهر على طول اول على حاجة البشره بتأثر والشعر بيتساقط. اكيد. انا طبعا ما ينفعش اقولك لازم تحسني مزاجك يعني، بس لازم نفسيتك تبقى كويسة. لقينا في تساقط نعوض بقى يعني، مثلا نعمل ماسكات، زيوت طبيعية، زيتون، خروع، جوجوبا، أرجوين، الحاجات دي بتجيب نتيجة حلوة جدا، بس هي مشكلتها بس في ريحتها، واحنا ممكن نتفادى الموضوع ده، لأن الماسك مثلا هسيبه نص ساعة، هسيبه ساعة، وهغسله، فأنا مش هتضرر من ريحته طب كتير. هناخد اتصال. وسام الو. الو السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام، السلام. اتفضلي. عايزه اكلم هاله. ازيك يا لولو؟ اتفضلي معاكي هاله، قلبي اتفضلي. الحمد لله، عامله ايه؟ منوره الدنيا يا لولو. ده عامله نورك يا روح قلبي. طمن عليكي. عايزه ليكي اقولك سؤال؟ بس ربنا يوفقك. يا رب كنت عايزه دايما. اسال، لو انا مثلا عامله شعري بروتين من سنه كده، ينفع اعمله تاني ولا اصبر شويه ولا ايه؟ طب اسمعينا من خلال الشاشة نفس السؤال اللي أنا ماشي، سألته. اكيد. شكرا ايه يا فندم، حبيبي تسلمي. نورتيني. ايه طبعا انا عملته من سنة كويسة ماشي، لو في انا شعري بنات كتير يعني بتتعرض للمشكلة دي، ان هي بتبقى عاملة بروتين ومبسوطة بشعرها قوي وهو مفرود، في يعني فرق بقى شعرها يعني. افريقي مثلا وعملت بروتين مبسوطة قوي بيه، فبعد كده طبعا يعني بيبان خلاص الاصل بقى. بيبان بقى بيرجع لطبيعته، فبتبقى اكيد عايزة تعيده تاني، يعني تفرد اكيد. تاني، فهل البروتين يعني ننصحها بيه تاني ولا تغير؟
هيبقى هنستخدم حاجة أخف، يعني لو أنا زي ما قلت لك عاملة بروتين هعمل ترميم بيبقى متخفف شوية، لو أنا عاملة ترميم هقل يعني هزود العكس يعني العكس. المادة المعالجة شوية أو الكولاجين، يعني لازم اللي عمل لي أول مرة يعمل لي بقى يتابع معايا عشان ما أعملش بروتين أول مرة وأروح أعمل تاني ألاقي شعري باي باي. ف طيب هو هل يعني خلينا في احنا كده سنة اتكلمنا في مدة تاني كويسة مرة، طب جدا. احنا اتكلمنا كده في تاني مرة، طيب هل يعني هي ممكن كل سنة او كل سنتين تعمل فرد؟ ينفع على كل حسب فترة حالة مثلا؟ شعرها بقى بعد السنة أو بعد الاتنين، يعني لو أنا بستخدم ماتريال كويسة، البروتين طبعا أنواع وفي نصب كتير جدا جدا جدا، في أنا يعني عايزة أقولك في لتر أقل من 1000 جنيه لحد 10، فانتي في تمام، لعب كتير، فأنا لازم أروح عند حد موثوق عند فيه. حد موثوق منه. فعلى حسب بقى، لو انا عامله شعري بماتريال كويسه ما اثرتش عليه بعد كده انا ممكن اعيد مره واتنين وتلاته. لو شعري متحمل، في شعر بيجي متدمر متدمر يعني عايزه اقولك انه بيتقطع كده مجرد ما تلمسيه، ده طبعا لا تمام. لا. طيب بالنسبة ان احنا فاتحين بقى موضوع الشعر ومستغلين وجودك معانا النهاردة، فنتكلم بقى شوية عن الصبغات، يعني اضرارها، اضرار الصبغات. صبغات برضو طب نفس طب النظام. طب معلش، معانا اتصال قبل الصبغات. الو نيفين اتفضلي. الو الو اتفضلي يا فندم. الو، الو ازيك؟ ايوه ممكن اتفضلي. اكلم هالة؟ سامعينك. ايوه اتفضلي هالة طبعا مع حضرتك. اتفضلي. منورة الدنيا يا لولو. روح قلبي ازيك لولو تسلميلي. بقى؟ منورة الدنيا يا معروفة حبيبة بيها، قلبي، دي نورك يا حبيبة قلبي تسلميلي يا رب، من نجاح لنجاح يا حبيبتي. ربنا يخليكي يا روح قلبي أكيد تسلميلي. احنا عرفتيني كده بقى. ندخلك مجلس الشعب بقى يعني، أكيد طبعا. دي كفاية لولو دي اللي جمهوري. ماشي يا لولو، ماليش مع غيرهم. السلامة. تسلميلي يا روح قلبي. كانت بتسلم عليكي مع يا رضا. السلامة يا سلام. حبيبتي. ماشي الله سلام، يسلمك. شكرا ليكي، شكرا لاتصالك. الصبغات، الصبغات، الصبغات مهما كانت كويسة أنا بصي بحرق هو شعري. فيه ما يعني جمله كده بنسمعها طول عمرنا، انه لو في نشف شعر ابيض كده بسيط واتصبغ، يعني انا لو عندي شعر ابيض وصبغت بتزود الشعر الابيض، هل المقوله دي صح؟ صح. يعني المقوله دي صح؟ انا بسحب لون من الشعر في صبغه معينه في دي في طبيعه جسمك اصلا، فانا لما بسحبها من شعرك انا بعود الشعر نفسه انه خلاص انا اخدت انا ضفت لك الصبغه فانت بطلت تفرزها وقفته، فطبيعي لو في شعر ابيض بيزيد. طب انا اقف عند النقطه دي. معانا اتصال شيماء من العريش. الو اتفضلي. الو الو، شيماء، ازيك يا هاني؟ الله يسلمك، ازيك حبيبتي؟ الحمد لله، الحمد والله بحبك كتير، يعني اول مرة اشوفك بس حبيتك. يا روح قلبي تسلمي لي. طب انا في سؤال يا اكتر. فندم، في سؤال. عندي بنت اختي عمرها 4 سنين، شعرها يعني كتير كتير صغير. اكيد تمام، خلاص هنجاوبك من خلال الشاشة. يعني هي عايزة حاجة تغذي طفلة، الشعر شوية، هي طفلة طفلة وشعرها صغير أو هو خفيف. طفلة، احنا بلاش نلعب خالص في شعرها لان هو ده لسه مش حقيقته، طب يعني لسه كل ما بتكبر الشعر بيتحسن او وممكن حالته يكون بترجع، او ممكن يكون ممكن وراثة، يكون غذاء، وممكن وممكن يكون يكون سوء وراثة تغذية، يعني. ممكن يكون سوء تغذية أو وراثة. بس 4 سنين دي اعتقد يعني يعني لسه صغيرة. غذا كويس وبتاع، فاحنا ممكن نشوف السبب ايه، ممكن مامتها او باباها لو عندهم مثلا ايوه ده لو وراثي، لو مش وراثي يبقى ممكن سوء تغذية. ممكن سوء تغذية، ممكن بستخدم لها منتج غلط، لان في ناس دي طفلة فروة راسها ضعيفة جدا، في ناس بقى معتقدة ان انا كل ما اكتر زيوت وكريمات طب على شعرها. هناخد اخر اتصال معانا في الحلقة. ام كريم اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام يا السلام. فندم اتفضلي. نورتيني شاشة كوليسيتي حضرتك. ايه؟ معلش مش نورتيني سامعين. شاشة. يا روح ربنا يخليك يا تسلميلي يا فندم، رب. ربنا يخليك. عاوز اقول لها سؤالك اتفضلي. حبيبة قلبي تسلميلي يا رب، ربنا يخليك ليا. منورة الشاشة حضرتك. ده بنورك، بنورك يا قلبي. رب دايما كده نجاح. ليكي سؤال يا ربنا فندم، يخليك يا ليكي سؤال لهالة. بسلم عليكم بس. يا روح تسلمي، قلبي ربنا يخليك نورتينا. يا حبيبتي، شكرا لاتصالك. طيب نرجع لموضوع الصبغة. تمام. في انا كل ما هسحب لون من شعري فانا بحرقه، انا مش بعمل حاجة غير ان انا بحرقه، يعني هو اسود
الاكسجين والمواد اللي بتضاف دي بتفتح لون الشعرايه عشان هي بتحرقها. يعني انت لو مركزه اساسا وانت بتصبغي شعرك تلاقي طالع منه حاجه كده زي دخان بسيط قوي، مش هتشوفيه غير لما تركزي. فانا بضر شعري، انا لو مضطره ان انا اصبغه مثلا، أيوة عندي شعر ابيض ابيض النهارده يعني انا مضطره اصبغه، وكمان موجود وراثي يعني ممكن تلاقيهم اطفال وشعرهم ابيض. على حسب بقى، يعني انا مثلا ممكن اتفادى الموضوع ده، في بنات بتحب الوان مطرقعه فدي لازم سحب لون، انما انا شعري ابيض محتاجه هصبغه لون غامق بني اسود، الحاجات دي يعني مش محتاجه ان انا اسحب لون من الشعر، مش محتاجه ان انا مثلا الون الشعر كله الاول اصفر عشان اسحب لونه وبعدين اضيف الاسود او البني. فانا ممكن اتفادى الموضوع ده بان انا احط لون مش محتاج تفتيح، مش محتاج سحب لون، ده لو انا مضطره. غير كده انا شعري حلو، ممكن بقى نعوض مثلا بكريزي كولر، الحاجات اللي بتقع على طول يعني مثلا ما فيهاش صبغه، يعني هو سبراي كده بيغير لون الشعر ده لو انا عايزه جد. طب موضوع التفتيح اللي هو يفتحوا بودرة التفتيح ده طبعا مضر، دمار. طب والحل يعني دمار. عايزه تفتح لون شعرها او تغير اللون لازم بودرة التفتيح؟ لازم. ما هو انا لو مختاره يعني مفيش بديل؟ هو في بديل بصبغه برضو بس فاتحه، فمفرقتش عنها كتير، انا كده كده بضر وكده بضر، فانا ممكن اختار لون في الهادي. وانا لو عملت لون مثلا هادي وفي المره التانية عملته تاني، الشعر كل مره بيفتح عن اللي قبلها، فانا مش مضطره ان انا اسحب لون من شعري وابوظ فيه. ان طبعا طبعا التفتيح ده هتلاقي شعرك يعني بتقطع، بتقصف وبتقطع وبيقع ناشف جدا جدا جدا، فلازم حمامات كريم بقى وزيت. طيب انصحي بقى البنات النهارده، بنات اللي يعني كل المشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي، بنات الجامعات اللي بيروحوا شغلهم، انصحيهم يعملوا ايه؟ يعني اديهم نصيحه للشعر وللبشره كده. في هو كل ما كنتي على طبيعتك ده احسن، يعني بلاش انا شعري اسود ليه يا جماعه خليه اصفر. لو انا بحب التغيير زي ما قلت لك، انا ما عنديش مانع اجيب كريزي كولر او سبراي وهغيره وقتي بس، ولما يتغسل هيرجع لطبيعته تاني. او اعمل لون غامق لو انا خلاص يعني مش قادره اتحمل شعري كده، ممكن اعمل لون هادي. يمكن مره يعني ممكن اعمله مره ويفضل على ده، هيحافظ عليه شويه. وطبعا اعوض بقى، يعني انا بمرمط في شعري اعوض، لازم ماسك كل اسبوع مثلا، ماسك زيوت طبيعية او سواء حمام كريم معروف يعني. ده طبعا بيرطب الشعرية كتير جدا وبيغذيها، فلو انا بدمر في شعري احاول يعني الم الدنيا اللي انا بهدلها من الناحية التانية بس، فاعوض دي بدي. ولو انا اصلا من غير صبغة ومن غير بروتين ومن غير حاجة، انا لازم اعتني بشعري برضو، يعني لازم حمام كريم ولازم ماسك زيت كل اسبوع، دي حاجات تغذيه وتقويه يعني هيتقل وهيطول معايا. طيب مشاهدينا الكرام، النهارده اتكلمنا عن نضاره البشره وازاي نحافظ على نضارتها وازاي نستعمل الميك اب صباحي ومسائي، واتكلمنا كمان في حلقتنا النهارده عن الشعر، وطبعا يا رب نكون افدناكم ازاي تختاروا نوع الفرد الكويس المنتجات. وبشكركم واشكر متابعتكم لينا، وبشكر باسمكم استاذه هاله، بشكرك جدا خبيره التجميل المعروفه. وفي نهايه اللقاء اشكركم وشكرا على متابعتكم، واشكرك استاذه هاله. تسلمي لي حبيبه قلبي، والى اللقاء في حلقه قادمه من برنامج قمر 14. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.